السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. برانكيال سيست. البرانكيال سيست دي يا جماعة عبارة عن كونجينيتال سيست. الكونجينيتال سيست ده هي بتحصل ليه؟ بتحصل نتيجة مال ديفلوبمنت اوف ذا برانكيال ارشز، أو بيتقال عليهم كمان فارينجيال ارشز. إيه البرانكيال ارشز أو الفارينجيال ارشز؟ ده يا جماعة الإمبريو بتاعنا فيري ايرلي. رحنا عاملين كده هو في سيكشن، والسيكشن ده هو بيبين لك الديفلوبمنت بتاع الهيدند نيك. الهيدند نيك على اليمين وطبعا زيها على الشمال بتبقى ديفلوبد فروم 5 فارينجيال ارشز، 1 2 3 4 5 فارينجيال ارشز. كل ارش من دول بيتكون من ايه؟ في النص في ميزودير، ومن جوه ناحيه الامبريو ده الاندوديرما، ومن بره في الاكتوديرم. نبص نلاقي على الناحيه اليمين وعلى الناحيه الشمال من السكند ارش بيبتدي يحصل داون جروس اوف ابروسيس فروم ذا سكند ارش. في السكند ارش اهو على اليمين وعلى الشمال نازل منه بروسيس، والبروسيس ده نازل لتحت نازل لتحت نازل لتحت نورمالي. المفروض البروسيس اللي نازل من السكند ارش بيحصل له فيوجن مع الفيفس ارش، الارش نمرة 5، ونورمالي بينتج عن ذلك هذا الفراغ اللي اسمه سيرفايكال ساينس. والسيرفايكال ساينس ده نورمالي بيحصل له اوبليتريشن وبيختفي وليس له اي وجود في الناس الادلتس اللي زينا. ايه بقى حكايه البرانكيال سيست والكونجينيتال برانكيال فيسبولا؟ البرانكيال سيست يا جماعه ديو تو بيرزيستنت بيتنسي اوف ذا سيرفايكال ساينس. البروسيس نزل من السكند ارش نزل لحم مع الفيفس ارش لحم، بس الفراغ اللي اتكون ده اللي اسمه سيرفايكال ساينس بقى بيرزيستنت، فيدي لك السيست اللي اسمها برانكيال سيست. وعشان كده ودي طبعا كونجينيتال ايرور في الديفلوبمنت اوف ذا برانكيال ارشز، وعشان كده يسموها برانكيال سيست. في كونجينيتال انوميلي تانية ممكن تحصل، البروسيس اللي نازل من السكند ارش نزل بس فشل في ان هو يلحم مع الفيفث ارش. وانا نسيت اقول لكم ان الفيفث ارش ده على فكره اللي بيعمل اللور بارت اوف ذا نيك. فبالمنظر دون البروسيس نزل من السكند ارش هاي او اب من الهيد وفشل ان هو يلحم مع الفيفث ارش اللي في اللور بارت اوف ذا نيك. فسعادتك بقى لو حصلت فيك الحكايه دي هتتولد مخروم بالخرم دون، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن كونجينيتال برانكيال فيستولا. نسيت اقول لكم حاجه، صحيح ده السكند ارش تحتيه على طول هنا هون بتتكون التونسل، ويبقى اكشوال البروسيس ده نازل من السكند ارش ده نازل من فوق التونسل على طول. ماشي، عشان كده هو الفيستولا. الفيستولا ده هي الابر اند بتاعها هيبقى فاتح فين؟ الفيستولا دي يعني تبقى الابر اند بتاعها فاتح جاست اباف ذا تونسل في الناس الادلت، وفوق التونسل كده في حته صغيره فسه بيتقال عليها السوبرا تونسيلر فوسا، لانها فوق التونسل فلازم تبقى سوبرا، سوبرا تونسيلر فوسا. فدايما اي برانكيال فيستولا هتلاقي الابر اند بتاعها فاتح فوق التونسل على طول في السوبرا تونسيلر فوسا، اللي بيقولوا عليها بتوع الاي ان تي كمان في الاناتومي العويص قوي فوسا اوف روزن ميلر. ده بالنسبه للكونجينيتال
fistula اللي هي due to failure of fusion between the process from the second arch with the fifth arch. Pathologically زي كل السيس اللي احنا واخدينها في الجدول بتاعنا ده هون كلهم لهم outer fibrous wall. وخد بالك البرانكيال سيست والسيروجلوسال سيست بينفردوا بحاجه ان الجدار بتاعهم مليان لمفويد تيشو، ودي على فكره وبال على السيروجلوسال سيست والبرانكيال سيست، لان زي ما انتم عارفين اي بكتيريا هي صايعه هنا وان في المنطقه بتتاخد لللمفويد تيشو، لو اتاخدت لللمفويد تيشو اللي في الول اوف ذا سيست المفروض الليمفويد تيشو ينجح في القضاء على البكتيريا يبقى يا دار ما دخلك شر. لكن افرض بكتيريا بقى متشرده ومجرمه وهي اللي كسبت المعركه ضد الليمفويد تيشو وعملت انتشار في المنطقه، بتنتشر في السيروجلوسال سيست او في برانكيال سيست وتعمل لك الكومانيست كومبليكيشن. على فكره الكومانيست كومبليكيشن في كل السيست اللي احنا بناخدها انفكشن، وبالذات الحكايه زياده قوي في السيروجلوسال سيست وفي البرانكيال سيست عشان الجدار اللي مليان لمفويد تيشو فده دايما بيجيله بكتيريا كتير. البرانكيال سيست ده هنا يا جماعه هتكون متبطنه بايه؟ احنا كنا اتفقنا السيروجلوسال سيست متبطنه بكلومنر ايبيثيليوم لانها جايه من الاندوديرم، السيروجلوسال داكت جاي من الاندوديرم. ايه رايك بقى البروسيس اللي نازل ده من السكند أرش نازل من ناحية الإكتوديرم اللي بره ولا من ناحية الإندوديرم اللي جوه؟ طبعا ده جاي من ناحية الإكتوديرم اللي بره، وعشان كده هو الساينس والفيستولا والسيست اللي هتتكون هنا هو هتكون متبطنة بالإكتوديرم اللي بيدي لك استراتيفايد سكويموس إبيثيليوم. السيست ده هي كونتيننج ايه؟ كل السيس دهيا بتاعتنا فمعظمها مليانة ميوكويد تيشو، السيروجلوسال سيست والبرانكيال سيست فيها ميوكويد تيشو unless لو بقت انفكتد دي هتبقى زي اي خراج مليانة بس. البرانكيال سيست تنفرد بحاجة غريبة قوي، الكونتنس الميوكويد بتاعتها دي اما فحصوها تحت الميكروسكوب لقوها مليانة بلورات من الكوليسترول، وبلورات الكوليسترول دي تحت الميكروسكوب باينه زي ما تكون شكل رباعي كده اهو ريكتانجولر ان شيب، بتكون ريكتانجولر او كوادرانجولر ان شيب او سكوير زي المربع، والمهم شكل رباعي اهو الاضلاع، بس اي شكل رباعي الاضلاع له زاويه 2 3 وفين الرابعه بقى؟ الرابعة ضاعت. فيقول لك الكوليسترو كريستالز تحت الميكروسكوب بتكون بين هذا سكوير ماينس اكورنر، فده شكل برورات الكوليسترول المشهور بيها قوي البرانكيال سيست. يا ترى البرانكيال سيست بتاعتنا ده هي او البرانكيال فيستولا التراك بتاعها طالع لحد فين؟ لسه قايل لك دي هتكون كونكتد الاكسترنال اوبننج اوف ذا فيستولا دي او السيست بتراك طالع لفوق طالع لفوق طالع لفوق، الابر اند بتاعه فوق التونسل، فهنا التونسل والتراك ده اصلا كان جاي من فوق التونسل، وهتلاقي السيست او الفيستولا بتاعتنا الابر اند بتاعها في السوبرا تونسيلر فوسا اللي بيتقال عليها فوسا اوف روزن ميلر. يا ترى ايه الكومبليكيشنز بتاعت البرانكيال سيست؟ طبعا الكومنست كومبليكيشن از انفكشن عشان طبعا حكايه الليمفويد تيشو اللي ماليه الجدار ده. وتاني حاجه بقى البرانكيال فيستولا. البرانكيال فيستولا يا جماعه في منها نوعين، النوع الكونجينيتال اللي انا قلت لك عليه اللي هو ديو تو فيلير اوف فيوجن بتوين ذا بروسيس فروم ذا سكند برانكيال ارش وذ ذا فيفث ارش، في سعادتك اتولدت مخروم بالخرم دون اللي هو كونجينيتال برانكيال فيستولا، بس ممكن تحصل الحكايه دي كمان اكوايرد. ازاي بقى؟ كان عندك برانكيال سيست والبرانكيال سيست ده هي حصل لها انفكشن،
لو انت مهمل الانفكشن هيروح مفرقع لوحده، يبقى عمل لك acquired branchial fistula. او الدكتور اللي هتروح له علاقة فيه هنا خراج هيضطر غصب عنه لازم يعمل incision ودرينج، ويبقى الدكتور برضه هو اللي فتح لك الفيستولا الاكوايرد على بره، بس هو مضطر مش غلط منه يعني. نبص ليه يا جماعه؟ عايزين بقى نفرق ما بين الكونجنتال فيستولا والاكوايرد فيستولا. اول حاجه الهيستوري بتاع العيان. لو الام قالت لك الواد ده مولود بالخرم ده، هو واد مولود بالخرم ده، دي تبقى الكونجنتال فيستولا. لكن لو الام قالت لك ده كان عنده سويلنج، هو كان عامل زي الكوره يا دكتور، وعاش بيه سنين طويله قوي، ومره واحده لقيناه سخن ووجعه وطاخ راح مفرقع لوحده، ونتج عن ذلك الخرم ده اللي مش راضي يقفل يا دكتور، طبعا دي تبقى التيبيكال هيستوري اوف اكوايرد برانكيال فيستولا. اللور اند برضو يفرق قوي في ال فيستولا. الكونجنتال فيستولا يا جماعه دي نتيجه فيلير اوف فيوجن بتوين البروسيس اللي جاي من السكند برانكيال ارش وذا فيفث ارش، واحنا اتفقنا الفيفث ارش ده اللور بيكون اللور بارت اوف ذا نيك، فبديهي ان الكونجنتال فيلير ده وان يكون في اللور بارت اوف ذا نيك. الاكسترنال اوبننج او اللور اوبننج اوف ذا فيستولا بيكون ريليتد للانتيرور بوردر of the lower third of sternomastoid thick congenital، بينما في الاكوايرد بيكون related للابر بارت اوف sternomastoid. اشمعنى؟ اصل هي البرانكيال سيست related للابر بارت اوف sternomastoid، فانت كنت عايش بسيست والسيست دي هي اللي فرقعت منك، فساعتها الاكوايرد فيستولا هتكون related للانتيرور بوردر of the upper part of sternomastoid. طبعا الفيستولا دي فاتحه من ناحيتين، على السكين من بره اللور اند، ومن فوق فاتحه على الميكوزا اوف ذا فارنكس، فين زي ما اتفقنا في السوبرا تونسيلر فوسا فوق التونسل على طول، اللي هو المكان اللي جاي نازل منه البروسيس بتاعها. ودايما التراك ده هو ماشي ازاي؟ دايما التراك ماشي اهو يا جماعه في التفريع الصغيره دي، مش باينه؟ خد دي بقى باينه حلوه قوي، ده السيست اهي والتراك بتاعنا ماشي في التفريع ده هي. طبعا ده الارتري الشهير في النيك اللي اسمه كومان كاروتد، بيتفرع لاكسترنال وانترنال كاروتد، والتراك بتاعنا معدي ما بين الانترنال والاكسترنال كاروتد طارئ على السوبرا تونسيلر فوسا، عشان كده طبعا الديسكشن بتاعه ديورنج اوبريشن بيبقى خطر قوي، ده انت تشتغل ما بين الانترنال والاكسترنال كاروتد. طبعا التراك ده هو المفروض بيكون فايبرس تراك، والفايبرس تراك ده هو ممكن يكون له ليومن ومفتوح، فلو مفتوح فوق بقى على السوبرا تونسيلر فوسا في الكلينيكال بيكتشر هتلاقي العيان عنده حاجه غريبه قوي، وانت بتفحص له كده هو السيست وانت بتضغط عليها تبص ليها السيست اختفت كومبريسبل يعني فضت، والعيان يقول لك عايز تف يا دكتور عايز تف. ايه ده عايز تف ليه؟ لان السيست انت ضغطت عليها راحت مفضيه في الاوبن تراك في السوبرا تونسيلر فوسا في الفيرنكس، وطعمها طبعا مش حلو ومش لذيذ وعايز يتف العيان. نبص نلاقي ايه العيانين دول بقى اللي عندهم برانكيال سيست، يا ترى ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتهم؟ طبعا ال انسيدنس البرانكيال سيست معناها موجوده سينس بيرث وموجوده، بس مع لما السكريشنز تقعد تتجمع شويه بشويه غالبا بتظهر على سن ال 20 سنه، بس ممكن تظهر ات اني انج ساعه ما السيست تبقى ديستندد. السيست ده طبعا سنجل، واهم حاجه في السيست المكان الدياجنوستيك بتاعها. المكان الدياجنوستيك بتاعها اللي موجوده اهو في العيانه الحقيقيه اللي باينه اهي، او في الرسمه اللي انا راسمها اهي. البرانكيال سيست دي يا جماعه انا اتعودت ان انا بشخصها انها كوره عامله زي كوره البينج بونج كده، هون عامله زي كوره البينج بونج، وموجوده فين؟ موجوده جاست بيلو ذا انجل اوف ذا ماندبل،
ودي منطقة على فكرة في الاناتومي اسمها الكاروتيد تريانجل، و ريليتد للابر بارت اوف ذا انتيرور بوردر اوف سيروماستويد. ولو قلت العيان ده وندوس على ايديا عشان يعمل كونتراكشن للسيروماستويد، تبص تلاقي نص السيست اللي ورا اختفى لانه ديب تو السيروماستويد، بينما نص السيست اللي قدام بقى مور بروميننت لانه انتيرور تو ذا سيرنوماستويد. نبص نلاقي السيست هي ان بتكون مودريت في الحجم، زي ما بقول لك غالبا يعني كده هو في حجم الكوره الصغيره كده بتاعت البينج بونج. بتكون تن سيستك، بتكون مميزه قوي انها جلوبولر كوره يعني، ليها سموث سيرفيس ويل ديفايند ايدج تن سيستك. كالمعتاد كل السيست بتاعتنا اللي احنا بناخدها في النك بتكون بينلس نوت تندر والسكين اوفرلاينج نورمال تمبريتشر، الا اذا حصل انفكشن كل الكلام اللي قلته ده هيتقلب، هتبقى بينفول وتندر ورابيدلي جروينج والسكين تمبريتشر طبعا اكيد هوت. العيان ده هو الموبيليتي بتاعته ايه؟ الموبيليتي بتاعته افتكر نفس البرنسبل اللي انا قلتها لك في السيروجلوسال سيست. دي سيست يا جماعة attached along a vertical tract، زي بالظبط عقدة في حبل، فأقدر أحرك السويلينج ده عمودي على الحبل بتاعه، عمودي على التراك يعني، أحسن من الاتجاه بتاع التراك. السويلينج ده هو not attached to surrounding structure إلا إذا كان infected، الا اذا كان انفكتد بقى طبعا هيبقى اتاتشد للسيرام ستراكشر باي ادهيجنز. السويلنج ده هو ماي بي كسبيشال ساين، وانت بتدوس عليه تبص تلاقيه فضه لو هو اتاتشد باوبن تراك للسوبرا تونسيلر فوس. ترانس اليمونيشن ولع بطاريه، ولع بطاريه هتلاقي السويلنج ده معتم راديو اوبيك او سوري ترانس اوبيك في الترانس اليومينيشن. الديفرنشال دياجنوز بتاعت البرانكيال سيست ايه؟ سيستك سويلينج وموجود في نفس المكان ده هو كولد ابسس في سيرفايكال ليمف نود. برضه من التداوم من الديفرنشال دياجنوز السيست اللي احنا هناخدها في اخر السيست اوف ذا نيك اللي هي اللي اسمها سيستك هيجروما. الانفستيجيشنز بتاعت البرانكيال سيست محتاجه الصراحه انفستيجيشن، محتاجه الترا ساوند، واهم انفستيجيشن في السيست دي زي البرانكيال سيست السي تي سكان ام ار اي. ولو في فيستولا، لو في فيستولا بقى زي الساروجلوسال فيستولا بالظبط، يا اما ببلين اكس راي عاديه تبقى فلوروسكوبيك فيستيولوجرافي، او طبعا الاحسن سي تي سكان فيستيولوجرافي. والفيستيولوجرافي ده هي سواء كانت فلوروسكوبيك او سي تي بحقن صبغه راديوبيك في الفيستولا عشان اشوف الكورس والتراك واعمل ديلينيشن للمكان بتاع الفيستولا ده، هي ما اقدر اشيلها اثناء العمليه لان التعرف عليها صعب اثناء العمليه، وعشان صعب اثناء العمليه بندخل هنا قسطره رفيعه قوي جوه التراك يوريتريك كاستر عشان تمكنني من التعرف على هذا التراك ديورينج اوبريشن. البرانكيال سيست التريتمنت بتاعها ايه؟ اكيد كومبليت اكسجن، كومبليت اكسجن كده بنعمل تو ترانسفيرس انسجن في السايد اوف ذا نيك along the course of the fistula، بشيل فيها الفيستولا ولو كانت سيست بشيل فيها السيست، وعشان ما تضمن انها ما ترجعش المفروض التراك كله يتشال لحد السوبرا تونسيلر فوسا، ودي الصراحه عمليه صعبه قوي الحته السكشن اوف ذا تراك في الحته اللي فوق دي قوي، بقول لك انت بتشتغل ما بين الكاروتيدز فربنا يسترها معاك وانت بتعمل العمليه ده. هي ويبقى ده البرانكيال سيست والبرانكيال فيستولا. نسيت بس اقول لكم حاجه، ساعات السيست ده هي ان هو بيني وبينك مش ساعات دايما فيها كاركترستيك اول السيست دي، انا حتى مش كاتبها هتطلعها بس الصوره بتاعتها. شايفين البرانكيال الكونجنتال برانكيال فيستولا او الاكوايرد برانكيال فيستولا،
الواد ده لما بيبلع تبص تلاقي اللور تراك ده اللور اوبننج طلع لفوق، لان العيان ده هو لما بيبلع على فكره الفارنكس بيطلع لفوق وبينزل، فما طلعوا الفارنكس والنازل اثناء البلع الاكسترنال اوبننج وذا فيستولا بالتراك اللي اتاتش ليه هيتحرك معاك. فدي كاركترستيك قوي للبرانكيال فيستولا، وتقدر تضيفها كده هو ان الكونجنتال اكوارد برانكيال فيستولا موفز ويز ديجلوتيشن او ويز سوالوينج زي بالظبط السايروجلوسال فيستولا. Thank you for good listening and good luck.